السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب كلكم طيبين وبخير، واهلا بكم جميعا في قناتي انا مروة زهرة. ان شاء الله النهارده هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الرابع الابتدائي في مادة المهارات المهنية، مراجعة اختبار شهر اكتوبر. الاسئلة مش هيخرج منها الامتحان ان شاء الله. قبل ما ابدا الفيديو بتمنى لو انا بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلكم تشجعوني وتدعموا الفيديو باكبر عدد من اللايكات وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم اشعارات بالفيديو الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله. وتابعوا الفيديو للآخر واستفادوا من الأسئلة المهمة حتى لو أول مرة تسمعوا عن مادة المهارات المهنية. أول حاجة، الامتحان بيكون عبارة عن 15 سؤال، ال 15 سؤال بيكونوا أسئلة متنوعة بين صح وغلط واختياري وأكمل، كلها بتبقى بسيطة جدا مفيش فيها أي صعوبة. السؤال الأول بعنوان أكمل مكان النقط بالكلمة المناسبة، وخلي بالكم الأسئلة اللي أنا عارضاها معاكم دي أهم الأسئلة على السبع دروس. الأسئلة ديت أنا مثلا كبها في صورة اختياري او في صورة اكمل، السؤال وارد يجي لك بقى في صورة توصيل او يجي لك في صورة صح وغلط، اهم حاجة ان سيادتك تحفظ السؤال. السؤال الاول، الاسرة التي تضم الجد والجدة والاعمام تسمى بالاسرة الممتدة. هنقول السؤال مرتين عشان تحفظوا معايا الاسئلة في الفيديو. الاسرة التي تضم الجد والجدة والاعمام بتسمى بالاسرة الممتدة. السؤال الثاني، بتعتبر الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع. الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع. السؤال الثالث، الحب والاحترام والاهتمام مشاعر يتشاركها أفراد الأسرة. الحب والاحترام والاهتمام مشاعر يتشاركها أفراد الأسرة، وخلي بالكم السؤال ده كان جاي في صورة اختياري. تتكون الأسرة الصغيرة من الأب والأم والأبناء وتسمى بالأسرة النووية. السؤال لازم يكون موجود عندكم في الامتحان. بتتكون الأسرة الصغيرة من الأب والأم والأبناء وتسمى بالأسرة النووية. السؤال اللي بعد كده، توفر الأسرة للأبناء الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وملبس. السؤال مهم جدا، توفر الأسرة للأبناء الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وملبس ومسكن. من حقوق الطفل أن يحصل على الرعاية الصحية والتعليم. من حقوق أي طفل أن هو يحصل على الرعاية الصحية والتعليم. والسؤال مهم جدا جاي في توصيل الأعمدة، يعني صل من العمود ألف ما يناسبه من العمود ب. تقوم الأم بالعديد من الأدوار، منها الأم بتعمل إيه؟ تجهيز الطعام ومساعدة الأطفال في المذاكرة. تقوم الأم بالعديد من الأدوار، منها تجهيز الطعام ومساعدة الأطفال في المذاكرة. بعد كده، دور الأب أن يعمل بجد من أجل راحة الأسرة. دور الأب أن يعمل بجد من أجل راحة الأسرة. مسؤولية الطفل تجاه أسرته اتباع القواعد. والسؤال جاي في الاختياري، مسؤولية الطفل تجاه أسرته اتباع القواعد. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، والسؤال اللي بعد كده جاي في صورة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، بس أنا كبلكم الإجابة على طول علشان ما أطولش عليكم في مدة الفيديو. النخيل المروحي من نخيل الزينة. نبات النخيل المروحي ده من نباتات نخيل الزينة. النخيل المروحي من نخيل الزينة. تعمل النباتات الزينة على تجميل وتحسين البيئة. نباتات الزينة بتعمل على تجميل وتحسين البيئة. تعمل نباتات الزينة على تجميل وتحسين البيئة. بتعمل النباتات على تنقية الهواء من خلال عملية البناء الضوئي. تعمل النباتات على تنقية الهواء من خلال البناء الضوئي. من النباتات العشبية التي تزرع في المنزل ولا فائدة في إعداد الطعام. خلي بالكم ده نبات الكزبرة، والسؤال ده هو بيجي في الامتحان وجي السنة اللي فاتت، سؤال مهم جدا. من النباتات العشبية التي تزرع في المنزل ولها فائدة في إعداد الطعام هو الكزبرة. نباتات الصبار من نباتات الزينة التي تحتاج إلى الإضاءة المباشرة. نباتات الصبار ده من نباتات الزينة بتحتاج إلى الإضاءة المباشرة. مرة كمان، نباتات الصبار من نباتات الزينة التي تحتاج إلى الإضاءة المباشرة. السؤال اللي بعد كده، من أمثلة النباتات المناسبة للزراعة داخل المنزل. الحاجات النباتات اللي احنا نقدر نزرعها في البيت بتاعنا، نبات البوتس ونبات القشطة ونبات الجرونيا. تاني، من أمثلة النباتات المناسبة للزراعة داخل المنزل البوتس والقشطة والجرونيا. بعد كده،
بيعتبر الجزء الأكبر من الكتاب وهو المتن أو المحتوى. وركزوا كويس جدا على الدرس بتاع الكتاب ومحتوياته، درس مهم، والدرس بتاع نباتات الزينة درس مهم جدا. بيعتبر الجزء الأكبر من الكتاب هو المتن أو المحتوى. سهل بنك المعرفة المصري القراءة والتعليم عبر الإنترنت. بنك المعرفة المصري ده سهل لك القراءة والتعليم من خلال الإنترنت. سهل بنك المعرفة المصري القراءة والتعليم عبر الإنترنت. السؤال اللي بعد كده: بيحتوي الغلاف الخلفي على وصف موجز لما يحتويه الكتاب ويشجع القارئ على قراءته. خلي بالكم السؤال ده جاي في التوصيل بالأعمدة. بيحتوي الغلاف الخلفي على وصف موجز لما يحتويه الكتاب ويشجع القارئ على قراءته. الكتاب عندي ومكونات الكتاب ده جزء مهم، والدرس نفسه مهم أصلا. الغلاف الخلفي ده بيكون عبارة عن وصف موجز لما يحتويه الكتاب ويشجع القارئ على قراءته. تعالوا بقى الغلاف الداخلي للكتاب بيشمل على ايه؟ الغلاف الداخلي للكتاب بيكون موجود في ايه؟ قال لك أول حاجة إن الصفحة دي بتيجي بعد صفحة الغلاف الخارجي، دي أول حاجة. تأتي هذه الصفحة بعد صفحة الغلاف الخارجي. طب وبعدين الصفحة دي الغلاف الداخلي ده بيكون موجود في ايه؟ بيكون موجود في عنوان الكتاب، بيكون موجود في اسم الكاتب، وبيكون موجود في دار النشر، وبيكون في موجود كمان اسم الفنان اللي صمم الغلاف بتاع الكتاب. تاني، الغلاف الداخلي للكتاب يشتمل على ايه؟ خلي بالكم دي كانت الاختيار اللي موجوده عندي في الجمل اللي موجوده في الاختيار. الغلاف الخارجي للكتاب يشتمل على الرسومات ودار النشر واسم الكاتب. الرسومات ودار النشر واسم الكاتب. انا بقى شرحتها لكم بالتفصيل اهو. الغلاف الداخلي ده بيكون عباره عن ايه؟ الغلاف الداخلي دي الصفحه دي بتيجي بعد صفحه الغلاف الخارجي، وبيكون موجود فيها عنوان الكتاب، اسم الكاتب، دار النشر، اسم الفنان اللي صمم الغلاف. تاني، الغلاف الداخلي بيكون موجود في ايه؟ عنوان الكاتب، اسم الكاتب، عنوان الكتاب عفوا، عنوان الكتاب، اسم الكاتب، دار النشر، اسم الفنان اللي صمم الغلاف. تعالوا للسؤال رقم 3. والسؤال رقم 3 ده جايب لكم اهوت صل من العمود ألف ما يناسبه من العمود ب، وانا جايبه لكم الاسئله على طول مباشره، يعني جايبه لكم الجمله والاجابه بتاعتها على طول بحيث ان انتوا تحفظوا من الورق، يبقى سهل عليكم ويساعدكم في ليله الامتحان. الموسيقى طبعا دي بتعتبر احد مظاهر الاحتفالات. الموسيقى احد مظاهر الاحتفالات. اسره صغيره يعني اسره نوويه، علمهم دي الاسئله بتاعت الامتحان. اسره صغيره يعني اسره نوويه، اسره كبيره يعني الجد والجد والاعمام والعمات، دي اسمها اسره ممتده. اسره ممتده من اسمها ايه؟ الصغيره يعني نوويه، الكبيره يعني اسره ممتده. ممتده يعني ايه؟ يعني فيها الجد والجده والاعمام والعمات، دي اسمها الاسره الممتده. بعد كده دخلنا على الجزء المهم وبدأ يتكلم على المهن الصناعيه وبيستخدم السباك في عمله قواطع المواسير، والسؤال جاي في امتحان السنه اللي فاتت. يستخدم السباك في عمله قواطع المواسير. يستخدم السباك في عمله قواطع المواسير. يقوم النجار باستخدام الخشب في العديد من الأشياء. يقوم النجار باستخدام الخشب في العديد من الأشياء. بيتقاصر نبات البوتس بالعقلة. نبات البوتس بيتقاصر بالعقلة. ركزوا في السؤال ده اهو من أسئلة الامتحان. يتقاصر نبات البوتس بالعقلة. يستخدم السباك بعض القوانين الرياضية لتساعده في عمله. جاي في الاختيار، سؤال مهم. يستخدم السباك بعض القوانين الرياضية لتساعده في عمله. يقوم بتشييد الجدران والطوابق، دول البناؤون، البنايين هم اللي بيعملوا الجدران والطوابق والمباني. يقوم بتشييد الجدران والطوابق البناؤون. يستخدم عامل الكهرباء أجهزة قياس التيار الكهربي. جاي في التوصيل، خلي بالكم مين اللي بيستخدم من اسمها أجهزة قياس التيار الكهربي، يبقى عامل الكهرباء. يستخدم عامل الكهرباء أجهزة قياس التيار الكهربائي. السؤال اللي بعد كده: بيحتاج نبات الألوفيرا إلى إضاءة شديدة ليتم زراعته في المنزل. ممكن يقلب لك السؤال يقول لك يحتاج إلى إضاءة شديدة، تبقى أنت عارف إن هو نبات الألوفيرا، تبقى عارف إن نبات الألوفيرا ده بيحتاج إلى إضاءة شديدة عشان تقدر تزرعه في البيت بتاعك، ليتم زراعته في المنزل. السؤال مرة تانية: يحتاج نبات الألوفيرا إلى إضاءة شديدة ليتم زراعته في المنزل. السؤال الرابع، وده جاي سؤال في صورة صح وغلط، ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. بالتقاصر الخطري بيكون
يقوم باستخدام جزء من النباتات. الإجابة صحيحة، التقاصر الخضري ده بيقوم باستخدام جزء معين من النبات. الإجابة صحيحة، وركزوا في السؤال ده. هو بعد كده يتقاصر نبات الريحان بطريقة العقلة. الإجابة خاطئة. السؤال اللي بعد كده، يضاف السماد للنباتات مذابا في مياه الري لينمو جيدا. الإجابة صحيحة، يضاف السماد للنباتات مذابا في مياه الري لينمو جيدا. الإجابة صحيحة. المهن الصناعية ليست من المهن المهمة في مجتمعنا. الإجابة خاطئة. المهن الصناعية ديت مهن مهمة. هو بيقول لك السؤال، المهن الصناعية ليست من المهن المهمة في مجتمعنا. الإجابة خاطئة. نقل النباتات المتزاحمة داخل القصيص إلى قصيص آخر أكبر من عمليات العناية بنباتات الزينة. الإجابة صحيحة. لما يكون عندي قصيص، والقصيص ده الزرعة كبرت عليه وانقله في قصيص تاني، دي من عمليات العناية بالنبات. طبعا الإجابة صحيحة. السؤال مرة تانية، نقل النباتات المتزاحمة داخل القصيص إلى قصيص آخر أكبر من عمليات العناية بنباتات الزينة. الإجابة صحيحة. تعالوا نتنقل على السؤال اللي بعد كده، بيقول لي بيستخدم السباك مفتاح الربط في عمله. طبعا الإجابة صحيحة. السباك بيستخدم مفتاح عشان يربط الأدوات اللي هو بيستخدمها. يستخدم السباك مفتاح الربط في عمله. الإجابة صحيحة. عامل البناء لا يفضل أن يتمتع بمهارات تواصل جيدة في عمله. طبعا إجابة خاطئة. ده لازم عامل البناء ده يكون عنده مهارة التواصل مع فريق العمل بتاعه، علشان فريق العمل ده هو اللي هيساعده في الشغل بتاعه. فلازم يكون عنده مهارة تواصل جيدة مع فريق الموجود معاه، علشان يقدر ينجز ويحقق الهدف اللي هو عايز يوصل له. يبقى عامل البناء لا يفضل أن يتمتع بمهارات تواصل جيدة في عمله. طبعا إجابة خاطئة. يقوم الميكانيكي بتركيب الغسالات وسخانات المياه. الإجابة خاطئة. يقوم الميكانيكي بتركيب الغسالات وسخانات المياه. إجابة خاطئة. عند وجود تشقق في الجدران بتستخدم المسامير لإصلاحها. إجابة خاطئة. عند وجود صرير من الأبواب عند غلقها وفتحها نستخدم المعجون لعلاجها. طبعا غلط. قالك بتستخدم الزيوت أو مواد التشحيم علشان تبطأ أو تقلل من صوت الصرير اللي بيكون موجود في الباب عند فتحه أو عند غلقه. عند وجود صرير من الأبواب عند غلقها وفتحها يستخدم المعجون لعلاجها. طبعا الإجابة خاطئة. المشكلة التي تحدث لبعض الأشياء المنزلية بيكون نتيجة كثرة استخدامها. خلي بالكم السؤال جاي في الاختياري. المشكلة التي تحدث لبعض الأشياء المنزلية بتكون نتيجة لكثرة استخدامها. بعد كده بيستخدم ورق الصنفرة لجعل الجدران ناعما وأملسا، علشان أخلي الجدار ناعم وملمسه ناعم لازم أستخدم له حاجة اسمها ورق الصنفرة. بيستخدم ورق الصنفرة لجعل الجدران ناعما وأملسا. بعد صنفرة الخشب وتنعيمه يمكن البدء في الطلاء. بعد صنفرة الخشب وتنعيمه إن نقدر إن إحنا نبدأ في عملية الطلاء. وخلي بالكم بتيجي في الاختياري. بتستخدم مادة التشحيم لإصلاح الأبواب وجعلها لا تصدر صريرا عند فتحها وغلقها. مادة التشحيم أو الزيت بيستخدم لإصلاح الأبواب وجعلها لا تصدر صريرا عند فتحها أو غلقها. فيديو بسيط جدا. كل الأسئلة دي مش هيخرج منها الامتحان. جبتها لكم في صورة متنوعة. يا رب أكون بقدم لكم معلومة مفيدة. تحياتي ليكم مس مروة زهرة.